الحالة الطبيعية المفروض أن إذا في أقليات دينية مذهبية عرقية غير ذلك أن يكون لها نصيب في الساحة السياسية كما هو الموجود في العالم المتقدم والمتحضر. في العالم المتقدم إذا افترض في المسيحيين عند المسيحيين أكو هناك من يمثل المسلمين بمقدار نسبة هؤلاء المسلمين. إذا أقليات لغوية إلها لغة أخرى أو قوميات إثنية يعني من عناصر وأجناس مختلفة هذه يكون إليها من يمثلها، يعني النظام العام يقرر هذا الأمر لأن كل هالفئات هذه هي متشاركة في البلد وفي الوطن ولذلك لها حق. نسبتهم 5% لهم نصيب في البرلمان، لهم نصيب في القضاء، لهم نصيب في السلطة التنفيذية يعني الوزارة، حتى يستقر المجتمع بمشاركة أبنائه. هذه هي الحالة الطبيعية المطلوبة. المفروض في مثل مجتمعاتنا المسلمة، في مثل مجتمعاتنا العربية، أن تكون الحالة الدينية حالة حرة، ما يعتقل إنسان لأجل أنه مثلا عز على الحسين، ما يؤذى لأنه يلتزم بمنهج ديني معين. هذا المفروض أنه شيء قديم، المفروض أنه انتهى، المفروض أنه في الأزمنة السابقة التي يعني كانت تشير إلى عهود الكبت، إلى عهود التخلف، اللي كان واحد ما يأمن على نفسه لأنه يلتزم بمنهج ديني معين أو مذهب معين. مع الأسف نجد بعض الحالات في مثل هذه الأمثلة في بلادنا المسلمة هنا وهناك، مع الأسف موجودة، حتى يذكرون على سبيل التندر أن رجلا رأى علي بن أبي طالب في المنام، شافه في المنام، فكل ما علي بن أبي طالب يجي منه هذا يتوخم، قال عمي أنا من ربعك، مو أنت تقول علي بن أبي طالب وتتمنى وكذا، قال أخاف يشوفوني ويأخذوني، هذا في المنام خايف يشوفه ويتصادق إياه في الرؤيا وحصل إليه عقوبة ومشكلة. طيب هذا المفروض أنه ينتمي إلى عالم سابق، مو هذا العالم اليوم اللي عالم النور، اللي عالم التقدم، اللي عالم الانفتاح وما شابه ذلك. مما يؤسف له أننا نجد في بعض بلادنا المسلمة هالشكل حالات، يصير في بعض الأماكن يعامل المذهب كجنحة أو جناية، ولذلك تنشأ أقسام لمكافحة مثلا تشيع أو مكافحة كذا، شنو وباء الكوليرا حتى يحتاج إلى مراكز للمكافحة.